حضرتك يعني بعد ما كان كل ميولك واتجاهاتك للفن والمعهد التمثيل، عرفنا ان حضرتك دخلت كلية الحقوق. اساسا دخلت كلية الحقوق ليه؟ عشان ابقى ممثل كويس ومخرج كويس كمان ومدير كويس. لا ايه ده، وانا لما دخلت فعلا كلية الحقوق دخلت عشان كده، دخلت لاني حسيت انه الدراسة التخصصية ليست كافية بذاتها لتنشئة ممثل جيد ومخرج جيد ومدير جيد. ويبدو انني كنت اعد نفسي لهذا. طب الحقوق تضيف لحضرتك ايه يعني؟ الدراسة الانسانية، الدراسات الانسانية بوجه عام هي الوسيلة العلمية لاكتشاف الحقائق الانسانية. ودراسة الحقوق مش بس دراسة قانون، ده بتدرس قانون مدني وجنائي وكذا، بتدرس اقتصاد وعلوم سياسية، ودرس شريعة اسلامية، يعني بتدرس مجموعة من العلوم الانسانية هامة جدا، وانا استفدت منها واستفدت من اساتذتي العظماء. يعني حضرتك داخل قاصد لدرجة اني لما اتخرجت، لما خدت الليسانس، كان سكرتير عام نقابة المحامين صديقي، فقال لي ما تيجي تتأيد في جدول غير المشتغلين. قلت له لا، انا مش ما دخلتش الحقوق عشان اشتغل محامي، انا دخلت الحقوق عشان ابقى ممثل كويس ومخرج كويس ومدير كويس. وما وافقتش. طب ايه اللي حصل في مسرح الكلية بقى في كلية الحقوق؟ ابدا، انا لما دخلت الكلية برضه يعني زي اي مكان، زي ما حضرتك رحت لازم اسس فرقه. فلما دخلت الكليه كان شخصيه قياديه طول عمرك. الله يخليك. ده صحيح، واضح من حتى من التاريخ اهو. كان في مجموعه من الطلاب الزملاء، يمكن في السنه اللي دخلت فيها برضه، كان في منير التوني وعبد السلام هيكل وكرم مطاوع. كرم دخل متاخر شويه كليه الحقوق برضو. كليه الحقوق بس هما ما كانوش داخلين بنفس الغرض بتاع حضرتك، دول كانوا داخلين يبقوا محاميين. يعني هما اكتشفوا يمكن بعد ما حضرتك عملت لهم الفرقه خلتهم يعني يمكن الرغبه في الحصول على مؤهل جامعي. وده مهم الحقيقة في النهاية. يعني أنا أنصح الشباب برضو أنهم ما يفلتوش فرصة التعلم الجامعي، لأنه مهم جدا تعلم الجامعي. بس حضرتك في مشكلة دلوقتي سيدة بتقول أن كل واحد عايز يبقى محامي، كل واحد عايز يبقى دكتور، وكل واحد عايز يبقى يعني خريج جامعة. لا بصراحة. طب ومين اللي هيبقى السباك، ومين اللي هيبقى الميكانيكي، ومين اللي هيبقى كذا، ومين اللي هيبقى بصرف النظر فقدنا منطقة مهمة، ومين اللي هيبقى الصنايعي بتاع والسايغ، ومين دول؟ هو بصرف النظر عن الهدف المهني، يعني الإنسان ما بيدرسش الدراسة الجامعية علشان يمتهن مهنتها، مهنة التخصص فيها. هو بيدرس الدراسة الجامعية لكي تتكامل عناصره الإنسانية المعنوية والعلمية. بس عايز أقول لحضرتك إنك لما حضرتك تخش وكم واحد فنان داخل مع واحد عايز يبقى محامي، عايز تبقى دي مهنته أن يكون محامي، حضرتك بتاخد جنبه يعني بتاخد مساحة من الشيء اللي هياخده وهيدرسه يعني. لا يعني هو القاعدة في العالم الحقيقة انه مش بالضرورة الانسان عشان يدخل كلية لازم يمتهن المهنة التخصصية بتاعتها. ممكن قوي ادخل كلية زي ما حصل معايا وزي ما بيحصل مع اخرين يعني، علشان اتوجه توجه اخر، وممكن ادخل الكلية واطلع الاقي نفسي متوجه لعمل يدوي او لعمل زراعي او لعمل اقتصادي لم اتخصص فيه. يعني حضرتك تؤمن ان مش مهم تكون الدراسة اللي بتدرسها هي الشغل اللي هتشتغل؟ لا، الدراسة هي الهدف الامثل، انما مش مهم ابدا اني امتهن نفس مهنة الدراسة. ولذلك الجيل الجديد اعتقد انه يعني ابتدى يتمرس بهذه القضية. يعني النهاردة بنشوف خريجي كليات مختلفة بيشتغلوا مهن بعيدة كل البعد. ده عامل مشاكل يعني، خريج كلية التجارة عايز مثلا يبقى بتاع إعلام، خريج مش عارفة كلية إيه عايز يبقى إيه يعني. طب واللي متخرج مخصوص عشان المهنة بقى فيه مزاحمة عليه. لا بس هو بمرور الزمن هتبقى قاعدة، يعني هتبقى قاعدة إن الشاب يدرس الدراسة الجامعية عشان يدخل يخرج يمتهن
مهنة مختلفة عن المهنة اللي درسها. هتبقى قاعدة؟ هتبقى قاعدة، هتبقى قاعدة، لأنها تحولت إلى قاعدة في العالم. أنا بقول حضرتك، وأنا طبعا كنت في كلية يعني تانية، بس يعني أنا بقول كمناقشة إن ده بيتقال، ناس كتير بتقوله، بتقول أنا خريج كلية الهندسة عايز أبقى مهندس، وواحد مش مهندس بالخبرة وبالموهبة بقى عايز يجي ياخد مكاني، يعني بقت فيه مزاحمة. يعني هو اللي عاوز يبقى مهندس ما يبقاش مقاول ليه مثلا؟ ما هو ممكن يبتدي الخطوة الأولى عشان يبقى مقاول بقرض من الصندوق الاجتماعي، ويبتدي الخطوة الأولى مع مجموعة من زملائه، ومع مجموعة من زملائه دي مهمة جدا. مسألة الفعل الجماعي مهم جدا بالنسبة للجيل الجديد. وأنا شايف أن هذه الفضيلة أصبحت يعني مسألة بعيد عزيزة بعيد عن فياريتهم يعودوا مرة أخرى إلى التجمع وإلى العمل الجماعي. إنما يعني مسألة أني أتخرج من كلية الحقوق عشان أشتغل محامي، أو أتخرج من كلية الهندسة عشان أشتغل مهندس، أو حتى أتخرج من كلية الطب. أنا لاحظت مثلا في قسم الدراسات الحرة في المعهد، وهو قسم جديد، إنه في أطباء وفي مهندسين وفي اقتصاد وعلوم سياسية وكذا، وجايين جايين يتعلموا دي موهبة وعايزين يعني يستثمروها، يتزودوا يتزودوا، إنما هم أصلا مهنتهم كذا، مهنتهم كذا، يعني مهنة محددة. يعني التحولات الاقتصادية بتفرض على المجتمع في لحظة من اللحظات إنه يغير قناعاته. وإحنا مرينا بمتغيرات اقتصادية رهيبة جدا. مرينا في ثورة 52 بالتجربة الاقتصادية الاشتراكية نجحت حضرتك؟ أنا رأيي أنها كانت ناجحة، كانت إلى أن يعني تغير الزمن واقتلعت جذور الاشتراكية وزرعت مكانها جذور الرأسمالية. وأنا لي رأي شخصي في القضية دي الحقيقة. يعني أنا شايف أنه لو كانت مصر استمرت في تطوير التجربة الاشتراكية إلى النهاية، كانت بقت أحسن من دلوقتي كتير قوي، لأنه مسألة الانفتاح الاقتصادي برضو بتشكل عبء على الطبقات الجائعة، على الطبقات الفقيرة. يعني مسألة الانفتاح الاقتصادي والإمعان في التوغل في الرأسمالية بيؤدي إلى قلة قليلة جدا من الأغنياء، وكسرة كثيرة جدا من الفقراء. والاشتراكية هي اللي عالجت المسألة دي.